شوف سخاشة ما تدور أصبر قلبي صبر الزينو كحلت الشفار داس عقلي السفر حساس الزيتة عند الأبادور أنا رمسي خطر أنا ليك ما ندرش الروتار حتى نجيبك للدار اسمع الله يربي ما كبنيتي تخمي والو ما كنخمم ياك ما كاين باس بنيتي مالك ايوا كتشوفي هما هاد الحاله كامله اللي انا فيها وكتقولي لي ياك ما كاين باس بانت لك عيشتي تفرح واش غديري بنيتي هذا هو نصيبك انا عارفه امي هذا هو نصيبي وهذا هو مكتبي وحمد ربي وشاكره علي ولكني كدرني في خاطري هادشي بحال مرات المنحوس ما انا مطلقه ما انا عروس على بنيتي الله سبحانه وتعالى غينساك بنيتي دابا يدالك حل ودابا هادشي كله يبقى عكلام حياني اميمتي واش الراجل يغبر عليا بالعام بالعامين وانا معلقه حساب اللي كيجي خزن عليا نسمعها غير من الجيران يجي عند خواتاته ويجي عند امو ويجي عند بواه وانا اللي مرتو كما كيديها فيا شوفي بنيتي يجي ولا يمشي تي في دار بواك في دار والديك وصافي الحمد لله ملي ما عندك معاه لا ولاد لا والو وتالينا اميمتي غنبقى هاد العام ان شاء الله باذن الله بنيتي انا اللي غادي نتكلف بهذا الشيء انا اللي غنقول لي هذيك راه ماشي لعبه بيني ديك تلعب بها كي بغيتي تجي وتمشي تالينا هادشي يا امي واش الراجل غيجي كيجي كيخسر فلوسه كلهم غير على البنات يجي هذاك الشهير كيشحفني كيولي كل نهار جاي لي للدار سكران واخا بنيتي راه ما كاينش حنا درنا راسنا في داك راه ماشي تاع الجواج وبينو وبينك بنيتي كاع المراه اللي راجلها برا وهي هنا راه ما هو زواج ملي ما داكش في العام الاول ها صافي بنيتي فضي معاه وسالو معاه هاد العام كيفاش بغيتي يهديني امي وهو دايرين بي غير الفاعي كيحرشوا في عليا لا بنيتي كون كان بغا يكون مقاد يكون ماشي باقي صغار ولد صنات خواتاتو شوفي الموضوع هذا كيعصبني صافي بنيتي كلشي انا راه انا بنيتي كنشوفك راه كندوب الدريه دي باقا صغيره وعلى مزينه سالف واحد يتمناها والزهر ما كاينش وسويرتي شفت خرجة مدار غير صبر قلبي صبر هزين وكحلت الشبار تاس عقلي السفر حساب الزيدة عند الأبار أنا رمسي خطر أنا ليك ما نديرش الردار هسا نجيبك مدار ماما أنا غادا للدار الفوق صراحة عيط لي عبد الغفور قال لك جاي هاد السيمانه يلا نمشي نجمعها ونقادها ونصيبها ونشوف ندير معاها شي حل سيري بنتي الله يرضى عليك سيري بكي في دارك وصنتي لعظامك على قولة الله الكبار تيجي راجلك اش من راحة امي باينة غادي يدير ليا كيف العادة ويلي كل نهار داخل سكران الله يصبرني وصافي الله يدير ليا شي تاويل ديال الخير امين بنتي امين انا كنرضى عليك ديما ملي كنصلي سير الله يفرشك برضا ويغطيك برضا صبري يا بنتي صبري عليك ماما صبري ورجع سيري بنتي سيري كل غياب وانا وحدي انداري ريقي كل ظلام وانا ضايع في سحاري ومال الليل والهوى ومال الليل واللوى وكيف لمعاني تغبر وكيف الما في حاله يتذكر هاد اللي هوايا لي وانت ولا في هاد الدنيا سمايا كل غيام وانا وحدي ينداري طريقي كل ظلام وانا ضايع في سحاري ومال الليل واللوى ومال الليل واللوى
المعاني تغبر وكيف ما في حاله يتكى قال اللي هواني وانت ولا في هالدنيا اخي رجل ضع اي 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 مش بسيئة معك بدا مخليه سياس طاكم ضرور ماكش مدافع عليا كبير مباشرة تهضري معايا لا انت اللي واقيلا دافع كبير ماشي انا انت اللي واقيلا جيتي جوستي معنا دابا في داركم عاد معيط ليا حكا انا جاي اه جيت جوج سيمانات قبل ولكن راجيت العرس ديال ولد خالتي وحضرت ليه وصافي هادشي اللي كاين وفاش بغيت نجي للدار نعيط لك ما جيتش للدار بلا ما نعيط لك وهاد العرس ديال ولد خالتي واش انت ما مزوج ما عندكش مراتك اللي غادا تمشي معاك للعرس كاع الرجال كيديو معاهم عياراتهم شنو انت غادي صولو حلا ما عندك لا مرا لا مزواج حلا انا ما كاينش أودي شغادي نقول لك راه جيت مزروب وصافي المهم هو انا اللي جيت للدار واليوم غادي يجيو عندي شي دراري صحابي داكشي اش بغيتي توجدي ليا العشاء راك عارف شنو عاوتاني باش تجمع صحابك عاوتاني تسكن هنا في الدار ما عندكش الناس واش تبدل جي ساني تفرع عليا الراس واش ما كتحشمش وجه كذاك ولا قفاك جيتي عاوتاني انا اللي هو مالي عاوتاني ما عمرك غتبدل ياك كتعرفي لي مزيان ياك يلا تنوضي غتنوضي توجدي داكشي اللي قلت لك ولا غادي نبداو يلا نوضي يلا نوضي كما راكي دايره خلاص عاوتاني وفيق صحة صحة واش تصطيتي واش انا يالله بديت النشاط ديالي بغيتي تخسري ليا واش انا منين بغيت نبدا نجي انت تخسري ليا كلشي واش نجي خرج لي في عودي وطلقني وطلقني يا الشماته طلقني يا السكيري وطلقني من هاد الحاله اللي انا عايشه معاك فيها سمعني مزيان اش غادي نقولك حط الزبل من ايدك انا الله بدات عندي الساره وما بغيتش لي برصني ماشي ناضي حالك واسمعني اش غنقولك واحد جوج كلمات هادو ما غنحلش عليهم الباب وهاد القرايه غنحيدو من امك دابا يلا سكيري الاخر اوا ما جايش نيري ثلاثة داروا لي كا صافي صاحبي هو جا صاحبي صافي صافي حنا كنلقاو صح صافي راه جبدا زاهي يا خويا زاهي اما جا واحد جاج ترى مرشو حاكمي فيا لا هذيك هي تسكر معايا مو جاي تسكر معايا اليوم بابا صافي عاد منا خلي سوزان حداك صافي لينا وين مرحبا بعشرين مزيان لا زوا صاحبي شوف زاه زاه الحلو كاين في الثلاجة وبعدا كاين تشارك بديجي قبل منا شوف مساوس واحد ثلاجة القرعات سبيسيال بديج بيو ولا خاصنا نبداو كاملين اصحاب اصلا انت انا مقلق ما نجيش علاش اسي واش انا ماشي صحاب ماشي خوش كتجي على شحال باش كتنعرفو في الجيشي اه مالو هذا سبحان الله انت اخويا اش تقول لي نجي نجيبوك نهز الطوموبيل جوا داك المطار من تما العين ديال فهمت المره نجي نمشي
واش الطابلة خاوية اخويا نوض نحضر خويا كلشي كتسكر كتولي ضريحين كيولي حنين عشي واحد العرس البارح ناري قاصح كان الزحف شو انا قاصني واجي منا خلينا نبداو وصح انا نمشي راه نمشيش على السوزان شد عندك حبي سوزان كاين قاصح ولا لا الثلاجه كاينه صاحبي صح ما نجي نعاود والله عليك اش كيسكر كي بدايه هذا الوزن خرجوا عليا يلا خرجوا بشويه نوض يلا نوض خرج عليا من داري شي السلام نوض قلت لك خرج عليا من داري ربع السكيري ربع الشيشه نوض ماشي شنو نوض ولا غنعيط للبوليس ولا البوليس لا خرج عليا انا غنعيط للبوليس لا البوليس حي يدك عليا وخرج بحال هاك سير سكر في دارك يلا يلا الباب يلا نعم الرجل حيك مرشك صاحبي شو اخرج سير 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 هاد الشماكريه تما صحابك شكون يدير تفو عليك تفو عليك وتفو على حالتك وتفو على خنزك وطلق مني ليا كل غياب وانا وحدي نداري طريقي كل ظلام وانا ضايع في سحاري ومال الليل واللوى ومال الليل واللوى يا ربي شد العذاب كنعيش فيه كندوز العذاب في حياتي يا ربي شنو درت احسن تجازى براجل بحال هذا كازا تبدلات اخويا اخويا عمراش كترو فيه بويشت خلي بنادم يعيش انت خصو بنادم يراعي وصافي هذاك الشيء اللي كاين سلاك وانا ديك النهار اش داير معنا صاحبي شو مرشو حالك ما فيه صاحبي بهذيك الرجله يمشي يحرق راسه وانا في بلاصه نحرق راسي مرشي يحكم فيا عقلي ما والو نضرب لي على خونا جاي شكون خونا ديال البارح جاي عاوتاني قطعني عليه التليفون ما عنده نفس اهلا 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 صحيتي وحتى يلا جيت قالوا لي مالي الدار راكم طالعين السطح ولا جيتيش يا خويا انت كاع غادي تسول فيكم وصافي سول فينا باقا عندك الوجه صاحبي حاكم فيك مرق اشاش كنتو طافي لي التليفونات ديالكم جوج خويا غادي تصوني لينا صاحبي مرتك مخلات فين اللي بقات تعاير فينا و فكرنيش داك صافي غادي نخلف عليكم راه عاود واحد القصاره واعره نخلف لينا ما نخلف لك اخويا نخلف راسك ديرها نفس ديرها نفس شويه ترجل صاحبي شو كيفاش ترجل واش تعرف اش كتقول اصاحبي لا هذا هو اللوجيك واش شنو طرا لينا حنا عندك في الدار ولا شنو لينا كاين الخشيبات علاش كتجري علينا خلينا حتى شي بار على وجهك وحق الله في الاخر شي واحد خونا وحبيبنا وفرحانين به الاخر ريحوا معاه خرجوا عليه مارشوا تجري عليه واعره كون عاودنا للدراري كون راه شبعوا لك ضحكه صح حاجه اللي على الخير اللي عاد تزيد صافي صافي بارك اخويا بارك طلعتي شي بزاف واش عايش وراك مزيان ملي نمشي عرفت شي حينه من اصلا ما عندنا ما نديرو بها صاحبي واحد حاكم فيه مراش كون صاحبنا تمان درو في كازا اخو بصح عبد غفور وعبد غفور شنو بغيتي وحل لي الباب واش تبقى مسرش عليا الباب هنا واش مسطي هنا غتبقى وهنا عمرك هذا تخرجي شنو وريك انا تشوهيني قدام صحابي واش من صحابك واش ربع هاد الشماكريه تما صحاب هادوك الشماكريه لا هما صحابي هادوك الشماكريه هما مع من كنخرجوا مع من كنخرجوا وحل عليا خليني نمشي غير بحال عند ماما خليني نخرج سمعي مزيان اش غادي نقول لك علاش كتعذب فيا واش انا درت لك واش بيني وبينك اسيدي خليني نخرج نمشي بحال لدارنا الله ما غتخرجي شي لك انا هذاك الباب والله لا خرجتي منه هنا غتبقاي في هذا البيت هانت خليني نخرج من هاد الدار وجيب اللي بغا يجي من ورايا خليني نمشي بحالي
ما غاديش نجيب من وراك. انت هنا في هذا البيت واليوم غنجيب واحد اخرى، غنجيب لها لاك، غندخلها معايا وقدامك. خليني نمشي في حالي وجيب فيها اللي بغيتي، ان شاء الله تموتوا كاملين هنا، خليني نخرج. وحل لي الباب خليني نخرج. عرفتي راسك شنو درتي ليا داك المكلخه؟ اصحابي كاملين ولاو كيضحكوا عليا، ولا اللي سوا اللي ما يسواش كيضحك عليا. حتى داك البار اللي كنت كنمشي ليه وليت كنحشم ندخل ليه. ها تجري عليهم وتعيرينا قدامهم وتنقصي مني دوي. كون ما حشمت، كون ما حشمتي تنقردك ولحمك نفرطو على الكلاب. ها هو الما ها هو الماء. المرة الجاية بقيت عبداها غادي ندمك لحياتك كاملة. راهو الباب غادي يخلي لك محلول. الله يغتبك الحق. لا بغيتي تخرجي للصالون ولا بغيتي تشري الدوش ولا بغيتي تشربي قدرتي تنوضي، نوضي ليه كالخا. شو بغيتي؟ بغيت نمشي لدارنا، بغيت نمشي عند ماما توحشها. شحال هادي ما شفتهاش. شفتي داك الباب راه ورا؟ شفتيه؟ الا قدرتي سير حلي لما زرت دوك العينين عاوتاني. واش قلت لك شي حاجه عيب؟ بغيت نشوف غير ماما، راه مشطونه عليا، راه من شحال هادي ما مشيت عندها ولا شافتني. امك الا بغاتك هي تجي عندك، ماشي تمشي عندها. اون بليس راه امك راه عام كامل نجي معاها. كيبالي واقيلا توحشتي العصا. جنابك طابو عليك. الا كنتي كتخافي على الكماره هادي غتخبي في داركم. نوريك مشي عند امي وحده اللي قاعده معاك. جيبي معاك شي كاس ديال المناضه بالثلاجه. سلام عليكم. إيوا دابا جات نوبتي، أنا عارفة أش غادي ندير معاك. تكرفستي عليا بزاف وعذبتيني بزاف وجرجرتيني معاك بزاف، ونتا لي كتمشيني على كانتك. سيري سيري، أجي أجي، جي لداركم متجيش عندي، جي عندي وقت اللي بغيتي. جي تكرفس عليا، تسلخني، تسد عليا، تقتلني بالعطش وبالجوع. دابا جات نوبتي، حان دوري الان. دومانج ماكش باغا نوصل لهاد الشي كامل، ولكن نتا لي بغيتي ماما. نعم بنتي. اش مالكي؟ يلا قطع معايا. شكون هو؟ الغفور. مالو؟ من قبيله هو كيعرفي وتحلف عليا، قولي نشدك غنقتلك غندير لك غنفعلك. انا جاي لك دابا. علاش السيده كاينه جاي لك؟ كيفاش جاي لك؟
ما عرفتش شنو غندير دابا. قال لي انا جاي في الطريق. خلي تيجي قبيله هو كيتحلف عليك. قال الله تنهرس لك دوك اليدين اللي داروا لي هذاك الفاني ديال الناس في العصير. والله تنفعل لك والله تنترك لك. تي داري لي شي فاني وانا باش جيت هنا ما راه كنحبس عليا وتسورت عليا. شوفي نقري قولي ما درت حتى حاجه. سمعتيني ما شافك درتي حتى حاجه ما دايره والو. دير دير الشوه في الدرب. خليتي يجي لي هنايا وانا غادي نتفاهم انا وياه. بحال ماما ما كتعرفيهش اللي باغي يجي يبدا يحيح ويجمع علينا الجيران والجوقه حيت ما لقاش عندنا الراجل. مالو غنخلعك تخافيش منه. حنا فينا مرا فينا راجل سيبها ليا هنايا. راه داصر اللي كتقولي باقا ما تعرفيش. شنو نقول لك ماما الله يدير لي شي تاويل ديال الخير. ما عرفتش منين تسلط عليا هادشي. أمينة بنتي أمينة مالكي عاوتاني مالكي ديال قلبها لينا هنا بالمندبة. شنو واقع؟ راك سمعتي كلشي أختي. أشنو سمعت؟ تتقولها ما عندناش الراجل حتى يدخل. خليني مني ليه ما تدويش معاه. أنت عرفتي علاش أنت اللي دايرة راسك هاد الحالة وأنت اللي عايشة في هاد الدب. خليتي شماتة ديال الخلا يجي يتهز عليك. كنتي كتباني لها دايزة كيولي كله يترعب منين شدك دارك في الدار حطك وسد عليك دار ما بغى. ما غدويش معاه غتخليني مني ليه. شوفي سنة ماما ما غدويش انا اللي غندوي ماما. سالينا سكتي ما قادر على الشوه قدام. شوفي تيقول لك كبر صغار واليوم بيا ولا بيعيش ما نهضر. وشوفي هاد البرهوشه هي غادي تجبد لي الصداع دابا. قلت لك شوفي سنة حنا ما بغيناش المشاكل والصداع. خلي سيجي نشوفوا بعدا كنا شنو تحت راسو. صافي ما كاين حتى شي مشكل. هو غادي يدخل ومني غيدخل الا هدوا بالاداب واحترمنا غنحترمو ولا حاول يهز صوته غنتهز نتقلب عليه. كتسمعي هبطي كوارك تنشوفو واش غادي. حنا ديما ماما هزتي هبطي كوارك هبطي كوارك تخليتي لي سو اللي ما يسواش تعينا في ظهرنا. صافي اختي صافي الله يعافيك اختي والله ما قد انا على شي مشاكل بحال هكا. سمعي انا ما درتش غندير لك مشكل. الا جاب العلاج هو باللاتي هي احسن مرحبا. راه الا درتي معاه شي حاجه راه يديني عاوتاني يعني مسد عليا كيما سد عليا. لا هو انا غنخليه يديك. تبقاي تقولي الهضره حنا في فوضى كاينه في البلاد. لا انا غنخليه يديك. توقدي واحد شويه توقدي مالك شنو ناقصك يدير ليا. انا اختي تشي بحالك انتي وما اللي خلاو العيالات في لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. في الدماغ وخلي شنو ناقصك الله يلا قولي لا يعطيك كلمه يعطي 10 يصير فوقك نعاودو. مالو هو راجل فاش جاتو راجل واش انا غنقدر عليه اختي واش تقدري عليه وتفوتيه ليه. واليوم غنوريك واش غتقدري عليه ولا لا. نشوفو بعدا كنا كيفاش جاي هو واش راسو سخون حنا جايين. شوفي ما تقولي لا فاني لا والو. فين غاده؟ جاينا ديال راسو ديال راسو. شوفي حتى صغير ولا ماما على الدل كتبغي ليا كل غياب وانا وحدي نداري طريقي كل ظلام وانا ضايع في سحاري ومال الليل واللوى ومال الليل واللوى وكيف لمعاني. زيد سيدي نشوفوك مالك. مالي مع بنتك. مالك سيدي مع بنتي. خاصة العصا ما كتحشمش. وما هي حمارة تعطى العصا يكسر من حمارة. وحاشاك سيدي شك ما حصارنتينيش. اللي ندخل صحابي تجري لي عليها مش كتسمى هذيك. دخل لك صحابك لا جيبهم الدار يبرك تجري عليهم. وانت صحابك لاش جيبهم وتبرك تحط قرعه وكاس تو صحابك. انت مزوج ولا مصاحب؟ نبرك في داري ولا نمشي نبرك في الزناقي. ما تبرك لا في الزناقي لا في دارك. دير عقلك. فينا هي دابا فينا هي؟ راها سادة عليها في البيس. كلمة عليا اش خرجها عليا الا الهضرة معايا انا. الهضرة معاك انت؟ اه عرفتي اش غديري؟ انا غنمشي غنخرجها من هذاك البيت. ريح تبغي تهضر معاها ريح بالاداب. وهذيك ولقيتها مقرصه كون دارت كرسي وجلست جلست مع صحابك كتسمع ولا لا؟ ولكن لقيتها بنت الاصل. كون لقيتيني انا وراه نجي نجلس ونسكر حداك نسكر معاك ومع صحابك. حيت الراجل اللي كيجي صحابو ويسكر مع الرجال والمراه في الدار راه ماشي راجل. استوعب هاد القضيه. شوف شوف قولك ولد الناس بلاتها ماما. ونزيد قضيه اخرى الا هي ما بغاتش تمشي معاك راه ما غاتمشيش معاك وخا يا ربي تطلع السما وتنزل كتسمع. دابا خالتنا كندوي معاك كنشوفك ماك دابا وليتي كنمشيش. ها صافي كبرتيها راه ما عزيش عليك الكبيره عز عليك على الصغيره. حتى ما يبقاش الحصيره مع هاد الولد ونساب اختي سارة. دابا راه غير ما فهمتيش شنو اللي واقع. راه سوء تفاهم.
دابا هانت انا دراري صحابي بركو معاه هي جات خرجتهم ليا باش ماشي حشومه. شوف ولد الناس، حشومه هي تكون جالسه في قلب دارك ومدخل الزوافريه على مرتك، راه حشومه على سماو زواج. وكاين فرق ما بين الصاحبه والمراه، الصاحبه هي اللي كتجلس مع الرجال ومخلطين، ولكن المراه كتجلس مع العائله، من غير العائله ما كاينش هادشي. جوج كلمات غنقولهم لك، عينك في هذيك الدريه تكمل معاها وتحترمها. مرحبا ما نجريش عليك، انا ماشي من النوع اللي نخرج على اختي، لا نخليك معاها. بغيتي تكمل معاها ما غنبعدهاش عليك، حيت عارفه كتبغيك وانت كتبغيها. واخا كنشوف بزاف د الحوايج وكنسمع انك عايش برا وكتم جاي على غفله، متى تقول متى تعلم مالا برانيه، راه مرتك واش انت ما كتدخلوش دماغك؟ واش هاد اوروبا خرجت لكم على الدماغ؟ كتسمع ولا لا؟ جوج كلمات غنقولهم لك، غنعيط عليها غتجي. الا هي بغات ترجع تمشي معاك وتحترمها مرحبا، وإلا ما بغاش والله ما تفوت ديك العتبه، ولا كنتي راجل لقاك واقف حدا باب الدار. انا غنعيط عليها وغنشوف شنو غادي دير، والهضره غتكون من بعد. اسماء اختي انا ما قدرتش نخرج مشوار. علاش ما قدرتيش تخرجي تشوفي؟ واش كتصنطي ليا انا اختك كبر منك؟ واش تصنطي ليا باغا ترجعي ليه باغا يولي يحترمك؟ ديري داكشي اللي غنقول لك، داكشي اللي غنقول لك، غدخلي وغدوي معاه قبل ما يتهز عليك تهزي عليه، كتسمعي ولا لا؟ انا خشي راه ماشي بحال صنطي ليا. جوج كلمات غنساليو هذا الحوار كامل. غدخلي مع الباب غتقولي لا جاي، غيقول لك بغيتك، غتقولي لا بغيتيني، غتجمع راسك معايا، ما غتجمعش راسك معايا، عطيني اتساع وخرجي فيه عينك. ولاد وغنتقبهم ليه، نوض تقعدي توقدي واحد شويه، الا بغيتي الراجل يولي راجل ويولي ديال القلب. هادشي اللي بغيتي، بغيتي قلت الحصيران. خالتي ما كتحترمنيش. ما كون كنت خالتك كون احترمتيني حتى من الاول، اللي وليتي عا وحده جوج جلد الدرب هنا باغي تحيح وباغي. دخلي يا بنتي دخلي. هزي راسك دوا الراجل. شكون الراجل؟ كندوي معاك شنو؟ معرفش اختي شكون الراجل. شكون الراجل؟ انت نهضر معاك، شكون الراجل؟ وراه هو الراجل. صافي. شكون الراجل؟ صافي سانة صافي. انا. شكون الشماته؟ هو. سمعتيها؟ صافي. غنقول لك جوج كلمات، بغيتي تهلا فيها وتعاملها مزيان غتلقى مرا ديال الدار. بغيتي تبقى ديها وتكرفس عليها غادي نجيبها من تما وغادي اش غنقول لك؟ غنعذبك وسيد الرجال يديها، اش بان لك؟ صافي كلامك مبارك. اش بان لك انتيا؟ ايوا غير لا ما بغاش يحشم. صافي صافي الله يعطيك صافي. الله يهديك. صافي راه غيدير عقلو. الله يهديك على راسك. مرتك راه ما تلقاش بحالها، كتسمع؟ وهاد الوقت هادي شكون اللي باقي كيدير عاع كيشرب وكيدير عاع؟ هالبوعاع. اسمع نقول لك واحد جوج كلمات، اخر مره تجي تقول لي مدخل على شي حد في الدار. صافي اسمعني نقول لك، اخر ان دار عطيتو لك تجيني مره اخرى والله ما بقات رجعت لك. وهاد مره اخرى الا جات غنحيدها لي وغنزوجها لسيد الرجال وغنخلي الشميت يمشيو يديروا قصاره جامع الفنا. صافي صافي بركه ست ايايا. صافي جمع حوايج. صافي الله بنت الناس خصو يتهلا فيها بحال هاد النوعيه راه خاصو. انا وانت واحد القضيه بلاتي نقول لك بابا، انا نسولك انت الاغلبيه ماشي معاه في طاليا، ملي تجيب المشاكل شنو ما داكش الله؟ هادو مال كادوات اللي كيجيب لها منك يا روايح، منك يا كادو المخير كتعطيها في العين اليمنى ولا اليسرى. صافي عمري ما تبقى نسى. سمع سمع نوض جمعي حوايجك، نوض جمعي حوايجك، سيري مع راجلك والله وحتى انت احترميه. سيري معاه تلبس حوايج، جمع حوايجها، سيري عاونيها. هكا وعلى الراجل، هكا وعلى الراجل، هكا وعلى الراجل، هكا وعلى الراجل. يا ربي خليك يا أمي يا ربي. مش شتي حبايب اخرى شتي حبايب غرامي غرامي بسهرك وكان ما كملي ولا انت صاحبك زعيم كملي.
المهم سمعتها المشاهدين صوتها واعر وخا ما سجلتش حتى الاخر راه كتسجل الاول اكسي القرآن حدايا ولا قدام انا تشعبي وكيفاش وكيفاش واش نو قلت لك شي سير سير خله اكس امي حضري عينك عاد شوفي واش قلت لك شي حاجه عيب بغيت نشوف غير ماما راها مشطونه عليا راه مش حاله ديما مشيت تعدى ولا شافتني اكسيا طلقوا مني ها هو تخرج وليزين وجوجين شنجين تروا دو ان اكسيون خشاني فمي حسن يلا ارجع شويه سبي رجع شويه يلا سي بحال ماما ما كتعرفيش اللي باغي يجي يبدا يحيح ويجمع علينا الجيران والجوقه حيت ما لقاش عندنا الراجل اوكس قول ليه بلاتي قول ليه مرتك ما غتشوفهاش دابا يلا اوكس فاهم زين كتشوف فيه كتشوف فيه في الاول ياك كتشوف فيه كتشوفيها كتشوفيها كنهضر معايا عرفتي شنو غنجيبها انا شوف هبرك ما بقاش ريح جلسي النار جلسي ما تقلقش انا غادي نتلاقى معاك زعما خاتي كدوي لي ولا هي الاولى عاد الله عكس اختي سهنا دابا راه ما فهمتيش دابا دابا شوف زيرك تجيب قاعد الحال اه هزي راسك شكون الراجل كاش كتبان واخا مشات بعدا والله باغي نقول لها اه صافا خرج انت ما ديرها لي نرجع قال لي هز راسك شوف شكون عكس ويلي راه غنعاود نشوف سير خليها كلشي خليها اكس صافي هادشي اللي بغيتي انت واش قالت الحصيران دابا عاد وليتي باغي مرتك وباغي تدخل سوق راسك وفي الاول خاتي راه هي اللي ما خاتكش انا ما خسرتينيش حتى لقيتي الجد فوق جدك عاد وليتي تقول لي خاتي بلا كنتي سبع جلس قدام الجيران والصداع والمشاكل زي راسك شكون الراجل كتضحكي هذيك الزوينه وليه ما كنضحكك مالي دير زعما راه بعت من زعما خاش من ايه وتسمعك انت اسبوع خاصك تقول عرفتي خرجي بها عينك كاع قولها ايه هز راسك هز راسك شوف فيا فهمتي زعما بحال بحال غدور فيك حتى هي زعما كاينه هادشي خاصنا نحدوه